يا صباح الفل عليك. احنا هنا بقى في سوق الاستوكات، سوق بقى الرخيص ده اللي يعني ارخص من الرخيص بكتير، بقى يعني رخص بكتير. طبعا بتبقى جودات يعني في المتوسط شويه، في منها حاجات مثلا تبقى عيوب تصنيع، في منها حاجات بتبقى كويسه بس بواقي تصدير مثلا، او حاجه زياده عند المصنع، حد عرب طلبيه مثلا وفي الاخر حصل حاجه ما كملهاش فبينزل يبيع. كده كده مش فارقه معايا، الخساره على الزبون اللي دفع العربون وما كملش. في حاجات كتير قوي بقى، لقط بقى هنا انت تنزل تقعد تتفرج زي اللي هي الاسواق الشعبيه كده، تلاقي اللقط بقى كله هنا ابو بلاش مفيش. انت هنا ممكن تجيب حته لبس مثلا تلاقي ب 3 4 يوان صيني تقفل، وحاجات بقى الحاجات الصغيره دي 10 سنت 20 سنت. السوق في منطقه اسمها وو اي، وو عارف اللي هو ايه؟ وو بالظبط كده، اي اللي عرفت ان ايه، ضربني وبكى سبقني واشتكى، اي وو اي وو اي هو معروف جدا في ايه. وانت تقول له بس انا عايز سوق الاستوكات، هو في حي وو اي. ده اكسسوارات موبايل وشواحن وسماعات، كل مستلزمات الموبايل عموما، بارقام التواصل اهو كله بقى. انت صور ملابس، تشكيلة بقى، كل ما تشتهي من ملابس هتلاقي، أطفال رجالي سيدات كل حاجة موجودة. ده شنط كل الأشكال والأحجام والمقاسات، ألعاب. ده بقى كمان مش بالقطعة، ده بالوزن، يعني تعالى وزن وشيل، ولا كيلو بكذا وشيل. وفي طبعا تجار كبار بتنزل هنا تاخد ملايين بقى، كونتينرات كامله مقفوله. ده هنا بص انت ممكن تنزل تخلي يعني التجار يفرشوا لك الارض رمل ويكتبوا اسمك على الحيطان. ادوات منزليه كل المعارض دي، وادوات مطبخ، ويعني كل الانواع بقى، انت تفرج بنفسك وشوف. كل بيانات التواصل اهي، خد سكرين شوت براحتك وتواصل. تشكيلة كبيرة جدا. ده برضو اكسسوارات، حاجات اللي هي الاكسسوارات الحريمي وكده، انسيالات وحاجات يد، طبعا كلها حاجات فالسو لكن كله شغال عادي جدا، هي نفس الحاجات اللي بتنزل عندنا يعني. بعدين كمان لذيذ هنا ان في مسلمين صينيين كتير اللي هم الايجور بتوع شنجان، ففي مطاعم حلال هتلاقيها اكلهم حلو جدا على فكره. ملابس داخليه، عيش ونقي وكله موجود، شيل وعبي واشحن على طول. نظارات شمس وملابس داخليه، معارض احجام كبيره جدا من جوه، تعيش بقى وتتفرج براحتك. فتاني هي المنطقة اسمها وآي، دي قريبة جدا من حي ساماوتشو اللي هو الحي العربي في مدينة ايوو. اي حد جه ايوو طبعا عارفها، عارف الحي العربي، الحي اللي فيه المطاعم العربي والمائدة وكل الكلام ده اسمه ساماوتشو. دي قريبة جدا يعني هنا الحي العربي، لو انت تفتكر بس في كده بتتمشى مفيش 200 متر بيبقى في نهر كده وجنينة، تعدي الناحية التانية بس من النهر هو الحي بتاع وآي سوق الاستوكات. تتمشى بقى يمينك وشمالك، بص رايح جاي مثلا بتاع 10 شوارع متوازيين يمين وشمال كلهم محلات استوكات. اي حد هتقول له هيقول لك عارفها، ولو حد قال لك ما اعرفوش يبقى بيحور عليك ومش عايز يعرفك المكان، مش اكتر ولا اقل. ده ملابس براندات كمان، فده لذيذ. كل دي تشكيلة محلات بقى، انا وانا بتمشى انت بص براحتك، مختلف بقى الانواع، كل محل بيبيع حاجة شكل اللي يفط عليها، كلها بيانات التواصل. لو انت شفت حاجة عجبتك وقف الفيديو وخد سكرين شوت وعيش حياتك. ده كله ملابس، ملابس برضو. تعال نشوف الناحية التانية، ده هنا أحذية، ناس كتير سألت على الأحذية، كله أحذية اهو. ده برضو أحذية، أشكال وألوان وبيانات التواصل.
التاني كل ده ستوك جاهز، ما فيش تصنيع ولا اي حاجة. ده العاب اطفال برضو كله طبعا جاهز، حاجات كلها حلوة يعني. ده سجاجيد، في برضو كذا حد سألوا على السجاجيد، تشكيلة بقى من اشكال والوان ومقاسات، كل ما تشتهي هتلاقيه موجود. شنط حريمي رجالي جلد، برضو ده شنط حريمي شوية، للشنط يعني الأصغر حجما شوية مش شنط سفر، تشكيلة كويسة والله. المنطقة هنا كمان فيها ميزة، لو انت الإيجارات هنا رخيصة جدا، الإيجارات يعني لو انت بتسكن هنا بقى هتأجر بالشهر أو بالسنة، الإيجارات هنا رخيصة جدا. المباني زي ما انت شايف قديمة شوية، بص في ظهري، مباني اللي هي يعني اقتصادية لذيذة يعني، وفي برضو كمان فنادق وبتاع اللي ورايا ده فندق، بس يعني اللي هو ما انصحكش يعني مش حلو، مش سيئة، ويعني اللي هي تعتبر ايه كده يعني، لكن لو انت جاي كتجارة او كده مفيش اي مشكلة، بس اقعد في فنادق اللي هي الناحية التانية قريب من الاحياء العربي عشان مطاعم وكده، لكن لو انت بتدور على الرخيص كسكن هنا المنطقة السكن رخيص جدا كمان. ده بقى ستوك استرخص، وراح مترجم من على جوجل بروفيشنال محترفة، ملابس داخلية محترفة، وادي ارقام التواصل اهي بوضوح اهي، اي خدمة احنا بتوع المحترفين بس. ده احذية برضو تشكيلات مختلفة وحلوة، كل في ستوكات بقى، انت ايه اتفرج انت بنفسك واحنا بنتمشى وعيش حياتك. ارقام التواصل اهي، تقدر تعمل بوست للفيديو وخد سكرين شوتس. العاب اطفال، شنط، كل حاجة اهو، اخر دلع. ارقام التواصل، تشكيلات كبيرة ومختلفة، انا بس مش عايز اخش جوه المحلات، من بره كده ايه في الظريف. كل ده محل واحد، فده معرض كبير يعني. ارقام التواصل، حاول بقى انت توضحها شوية. ده هنا احذية، دي يعني المجمع ده بتاع الاحذية، اشكال والوان، بيانات برضه اهي، أحذية كمان، كل هنا الحتة دي أحذية، كل حاجة. فهنا ميزتها في ايه بقى كمان يا معلم، ان كله هنا بقولك يعني $1000 ده هنا مبلغ يخض، فانت حاليا مثلا طبعا بقى كل المهرجان اللي هم عملوه، سمك لبن تمر هندي بتاع حوار الاعتمادات البنكية والكلام ده كله في مصر صعبوا قوي الدنيا، لكن القرارات الجديدة بتاعت البنك المركزي متطبقة على الطلبيات اللي اكتر من $5000. فانت لو انت بقى تاجر تجزئه او يعني كده مع نفسك وبتاع، انت اقل من $5000 فمش داخل في الشريحه دي تماما، وشغال بقى انت شركه شحن جزئي، المهم اتحرص جدا 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 في الشحن، لان في مصر مفيش حاجه اسمها دور تو دور، تمام؟ فلازم تبقى عامل حسابك يعني انت بتشحن بقى عن طريق، لكن مفيش حاجه اسمها دور تو دور، ولازم يبقى في برضه جماعة يعني اهتم جدا، انا ماليش علاقه، بس المهم ان انت اهم من الشغل تظبيط الشغل، واهم شيء في الاستيراد ترتيبك مع المخلص الجمركي او مع شركه الشحن خصوصا لو جزئي، وحاول ما تعومش قوي على العوم موضوع دور تو دور ده، عشان ده اسم بس، لكن فعليا يعني احترس بقى، لازم يعني تبقى حد ثقه وحد موثوق فيه. 90% من الناس كلهم مشاكل، في 10% محترمين جدا، بس الصعوبه ان ال 10% دول مش ظاهرين، فاهم اللي هو ايه، انت بتدور على إبرة في كوم قش، فاهتم جدا بالنقطة دي، مش أي حد يقول لك أونلاين مش عارف إيه بتاع، أنا ما مش متخصص شحن، فاللي هو عشان ما تقولش أنا بوجهك ليا يعني، لا بالعكس أنا بتعامل مع وكيل الشحن بتاعي، فما ليش أي مصلحة شخصية، بس كل ما هتلاقي مشاكل مش عارف إيه، وتأخير في الشحن، وتعطيل في الطلبيات، والطلبية بتيجي ناقصة، أو بتيجي على مرتين أو على 3 مرات، هو مش عارف إيه، حوارات أفلام، فأنت ظبط حالك، المنطقة معروفة جدا، كل شيء هتلاقيه هنا في الستوك، ظبط نفسك واشتغل
وان شاء الله كل حاجة هتبقى زي الفل. وقريب جدا ان شاء الله هنروح السوق التاني بقى بتاع خوان يان ماركت اللي هو سوق الملابس، سوق ملابس واحذية بس مش ستوك بقى، يعني سوق ماركات صينية كويسة اللي هو هتقدر تستخدمها استخدام شخصي ليك انت. هنصور من هناك صورة سوق كامل بقى 5 ادوار حاجة كبيرة، هنصور هناك ان شاء الله قريب جدا اول فرصة فين فاضي. وحتى حينه ابقوا في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.